ولا في غيره يضحكني الزمالك وجماهيره. المصري البورسعيدي كالعادة منذ سنتين يفوز على الزمالك 1-0. بالأمس الأهلي تعادل مع الاتحاد السكندري. جماهير الزمالك من امبارح لحد دلوقتي بتحفل على تعادل النادي الأهلي اللي مازال متصدر بطولة الدوري الممتاز. اليوم الزمالك بيتلقى الهزيمة أمام المصري كالعادة. الزمالك بقاله سنتين بيخسر من المصري، مش جديدة يعني، ولكن غاب التحكيم عن الزمالك، خسر أمام المصري البورسعيدي. كلنا نعلم الزمالك أول مباراة كسب إزاي والزمالك تاني مباراة كسب إزاي، ولكن النهاردة التحكيم كويس، الزمالك خسر. الأهلي امبارح اتعادل، الأهلي في صدارة الدوري. الزمالك دور على مكانك وما تحفلش على الأهلي غير لما تبقى واثق في فرقتك، غير لما تبقى واثق إن فرقتك هتكسب، غير لما تبقى فرقتك لعبت قبل النادي الأهلي. هناك فرق ما بين تعادل وما بين انتصار، وما بين ان انت محقق الدوري السنة اللي فاتت، وما بين ان انت حصالة كالعادة. مبروك للمصري البورسعيدي الفوز، هارد لك لنادي الزمالك. والاهلي تعادل امبارح، الزمالك النهاردة بيخسر، هي معروفة، ده بيقع ده بيقع. ليلتكم سعيدة جماهير الكرة المصرية وجمهور الزمالك بالاخص، ليلة حزينة كعادتهم امام المصري منذ سنتين.